أسعد الله أوقاتكم كل خير مشاهدين الكرام، معكم أنا عبد العزيز أسلم من المتجهين الغربي. أولا مبروك لكم يا متسابقين الكرام متجهين هذا البراند الفخم، براند الغربي في هذا القناة، قناة الجماهير والقناة العظيمة. رحب بالأستاذ أنور القرني معنا لهذا اليوم، يا مرحبا ومسهلا. الله يرحمه. قبل لا نبدأ كل شيء عندي سؤال بسيط، تفضل. متى بديتوا البراند الغربي أو البهارات الغربي؟ بدينا براند الغربي تقريبا عام 2015. حلو. بدينا في مدينة الخرج. ما شاء الله تبارك الله. بدينا بأربع منتجات تقريبا، حاليا موجود عندنا تقريبا حدود ال 200 منتج. ما شاء الله. طيب استاذ انور، يعني احنا نشوف يعني في براندات كثير تنافس في السوق هذا من ناحيه البهارات من ناحيه الى اخره، بس نبي يعني صفه يتميز فيها براند الغربي بحيث انه يخليني انا اشتري منه يا عبد العزيز. طبعا. اولا احنا ما نبي الافضل، يعني احنا من الافضل. احنا منتجاتنا او كامل المنتجات بدون اضافه اي مواد حافظ على اي منتج. ما شاء الله. جميع المنتجات. ما شاء الله تبارك. فالبهارات الصحيحه اللي موجوده في الكيس هي نفس البهار المطحون، اللي سواء زي الليمون الاسود، الليمون الاسود في الكيس هو نفس الليمون الاسود المطحون. فالناس ممكن تواجه مشاكل في البهارات المطحونه، لكن احنا برضو احنا قد اشتغلنا في مصنع الغربي، فتحنا المجال للمشاهير في تصوير المصنع، الناس قد شافوا شغلنا. ما شاء الله. هذا الحمد لله، بما انه يعني نقدم جوده عاليه جدا للناس. ما شاء الله تبارك الله. والحمد لله. طيب الان احنا نشوف بهارات الغربي او شركه الغربي، نعم. عندهم اكثر من حاجه، يعني عندهم شاهي وعندهم بهارات وعندهم، نعم. مكسرات. وش اول ما بديتوا بو، يعني وش اول ما ظهرتوا بو على السوق؟ هل ظهرنا بهارات المشكل تقريبا؟ بدينا بالبهارات. تمام. جلسنا سنين على البهارات، بعدين دخلنا في مجال المكسرات، طبعا الشاهي موجود، دخلنا الان في مجال المكسرات، بعدين بدينا في مجال اللي هو البقوليات مثل الفول والعدس والحمص، والحمد لله. ما شاء الله تبارك الله. طيب طبعا. طيب سؤال اضافي، كم يتوفر عندكم منتج الان؟ هل هو بس بهارات ومكسرات بس اثنين او شاهي؟ لا، ولا اكثر من حاجه؟ احنا عندنا البهارات والمكسرات والشاهي والقهوه والبقوليات. ما شاء الله، يعني تقريبا حدود 200 منتج. ما شاء الله، صفقه يا الحمد شباب. لله صفقه. ما شاء الله تبارك الله. طيب يا حبيبي. طيب بما انك انت تكلمت عن بهارات الغربي والشباب كلهم موجودين، احنا معنا 1500 نقطه انا وياك. طيب تمام، بنشوف الشباب منو اللي ركز معنا بالاسئله هذه. احنا تكلمنا وسالتك انا اسئله بسرعه، نعم. ابيك تتكلم بسرعه عشان نسال الشباب. حلو، شوف منو يركز معنا. حلو. طيب عندنا اول سؤال. يلا بسم الله. اول سؤال عندنا يا شباب، اللي بيجاوب ترى بياخذ 200 نقطه. جاهزين؟ جاهزين؟ اكيد. لا مو عشوائي، يعني اتكلم هو بيختار، هو تكلم وشرح عن من طقطق. السلام عليك. طيب كيف اول شيء هو لا هو وزعها لنا كل الخمس. يا سلام. الله يبي وجهك، لكن بنشوف بعده يجاوب ولا لا. يلا سلام. طيب وش اول ما بدا به بهارات الغربي؟ انا يمينك يجاوب هو، يجاوب هو او شركه الغربي خلي يجاوب. تفضل. بهارات مشكل. وش هي بهارات مشكل؟ صحيح. ألف مبروك. قدام شوي، قدام دقيقة شباب عندنا. طيب طيب السؤال الثاني من مين؟ إيه خليني أسأل. صبر. شفت طالع طالع معي. طيب ما ما هي أهم ميزة لشركة الغربي؟ من تبي تختار يا أستاذ أنور؟ لا أختار أنت. لا أنت بتختار أنت. شو شو اختار. يلا الرجال هذا سالم. سالم اهم شيء واللي يميزهم عن غيرهم. اي وش ان البهارات اللي تجيك في الكيس انها البهارات صحيحة نفسها، ما في مواد مضافه عليها او شيء. صح ولا لا؟ صحيح. الف مبروك سالم، بيع 200 نقطه. طبعا هذه طيب. اهم نقطه انه بدون اضافه. احسنت. طيب المفروض ان يعطونا لبس كل واحد لان انا ما عندي نقاط من يوم دخلت، هذول عندهم نقاط فركز. والله متى انشات شركه الغربي؟ عندي والله كله صحيح. انا الاستاذ اللي جنبك شايف لك لبس. قال 2015 واقول لك وين كانوا ولا ما اعترف؟ للاسف اجابه صحيحه. يا مرحبا يا شيخ القرية. هلا هلا يا شيخ. الله يشوفك يا سلطان. الله قريب شيخ القرية هذا. لابس بشتة شغلنا. معليش شيخنا متأخر، كان عندهم راجعات. مرحبا يا شيخ، كيف حالك؟ طيب الحمد لله. الحمد لله على السلامة. صبي شيخ القرية. طيب طيب السؤال كم سألنا احنا الحين؟ أسئلة ثلاث أسئلة صح؟ باقي سؤالين. طيب السؤال الرابع،
كم عدد تقريبي المنتجات شركة الغربي؟ عندي يسار هنا 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 الخرج ألف مبروك إجابة صحيحة وراحت لك هذا ليش يجاوب هذا عنده برايم سجلوا اسماء يا شباب عنده حصان برايمين ليش ما شاء الله عاد يستاهل يعني ما شاء الله الحضور لا بس يعطيك ايش الكلام يا شباب في سؤال خامس قبل لا يعني نتكلم زيادة عندنا 500 نقطة لكم جمهور الكرام بالتاج اكتبوا شركة الغربي او الغربي واكتبوا اسم مسابقكم المفضل وبنسحب ان شاء الله التاج نهاية التدشين صراحة ادخل داخل باقي عندي نقطة بإضافة على النقاط خمس باكجات للجمهور صفقة صفقة يا شباب الله يبي وجهك الله يبي وجهك خمس باكجات لكم يا جمهورنا العزيز من شركة الغربي ومن أستاذ أنور الله يبي وجهك وجهك أبي ما قصرت الله يرفع قدرك يا حبيبي طيب لبيه في سؤال تعليق بسيط ممكن لنا فترة نجرب منتجاتكم شهادة حق يسألني الله عنها يوم القيامة ممكن الأيام لاحظي دائم في مكسرات تاكل شوي تنغث نخلص الكيس ندور كيس ثاني الله يجعل بالعافيه اي والله تحت امركم والله العلي العظيم انها خفيفه جدا الله يجعل بالعافيه تحت امركم ان شاء الله طبخنا كله من بهاراتك للامانه الله طيب كيف كيف بالله لكن في شيء اللي يطبخ منكم في شيء مهم جدا احنا عندنا الغربي 2-1 شلون 2-1 احنا الكميه اللي تستخدمها لاي منتج كان في السوق مثلا انت تحط ملعقتين مثلا من البهار احنا في الغربي لازم تحط ملعقه ليش ايوه احنا المنتج هذا المنتج العلبه هذه انت تعتبرها اللي هي دبل اي نعم اي نعم كل بهارات منها تكون ملعقه اي الكميه اللي انت تحطها متعود انك تحط نص الكميه طيب في مقوله عند اي نعم في مقوله عند الغربي نبي نسمعها منك استاذ انور اللي هي الجوده والتثقيف علينا والتجربه والحكم عليكم الله أيوة. طيب وش داخل تفضلوا حياكم الله تفضل الشاهي حياكم الله